الناموس راهو يعض ما راهوش يقرص، دوك واش نديرو خاوتي كيفاش نتعاملوا معاه سيرتو في لابيريود هادي راهم كثروا الحشرات والناموس، مام كاين واحد الناموس او كبير شويه راهو يدير انفيكسيون تلوثات في الجلد تاعنا كي نحكوه. تبع معايا الحاجه الاولى، عمرك ما تقتل الناموسه كي تكون تقرص فيك فوق الجلد تاعك، على خاطر حتكون رافده طفيليات وجراثيم وبكتيريا فوق الجلد تاعها، كي تقتلها حتعاون باش هذوك الجراثيم يدخلوا داخل الجلد تاعك من الفتحه اللي كانت تقرص فيك. تقدر هي كي تقرصك ما ديرلكش تلوث، بصح كي تقتلها انت فوق الجلد راهي رايحه تدخل لك هذاك الميكروبات لداخل وتصرالك اون انفيكسيون. عمرك ما تحك البلاصه هذيك اللي قرصك فيها الناموس وتقعد تخبش فيها وتمشي فيها، سيرتو لي ديابيتيك ردوا بالكم وما تستهزاوش مع هذه الحاجه. ميم دراري صغار اذا شفت وليدك قرصو بزاف ناموس في يديه ورجليه وراه غير يحك، دو بريفيرونس نحي له طفارتيه، بس ما حش يفهم كي تقول له ما تحكش حيقعد غير يحك، نحي له طفارتيه باش ما يقعدش غير يقراتي ويخبش في روحه ويمشي في الانفيكسيون في بلايص واحد اخرين في الجلد تاعو. دوك كيفاش انا رايحين نتعاملوا مع لا بيكور دانسات ولا اللسعه ولا القرصه تاع الناموسه هذيك؟ الحاجه الاولى انا رايحين نستعملوا مطهر للجلد كيما ايزوميدين بالقطن ولا بالكومبريس، نيتواي بيان كاع البلايص دو فوا جوسكا 3 فوا بار جور للكبار ولا الصغار. بيان سور دوك هذيك الحاجه ما تكفيش، على خاطر ما حش نحي لي الحكا الطبيب حيعطينا لونتي هيستامينيك ولا مضاد هيستامين بالدرجه، يعني دواء تاع الحساسيه ولا لاليرجي. اشهر واحد يقدر يماركي هنا اللي هو استاغو 2 ميلي غرام كاشيات، حبه كل يوم في الليل الانسان بالغ وانسان كبير، حتعاونو ما شاء الله باش يسولاجي هذيك الحكا ولي ديمونجيزو لي ديمونجيزون من الجلد تاعو حتى وين يبرا كاع هذاك الحب تاعو الحكا باش يحبسو. بيان سور كاين تاع الدراري صغار تاع لي بيبي كيما هذا سيرو هيستاغون لا ميم شوز لا ميم موليكول، هذا تاع الكبار وهذا تاع الصغار، بصح الطبيب هو اللي حيديسيدي شحال تعطي لوليدك، اذا نص مغرف ولا مغرف كبيره 5 مليليت ولا 2.5 مليليت على حسب العمر تاع وليدك ولاج تاعو والميزان تاعو. كل يوم في الليل على خاطر فيه واحد لي فيه تاع ينعس شويه، سي بور سا نشربوه مع العشيه حتى وين يبراو هذوك الحبات ويروح لها الحكا. قلت لكم تاني بلي في بعض الحالات هذيك لابيكور دانسات ولا وين قرصه الناموس يصرى فيها تلوث وتصار فيها ينافيكسيون تبدا تمشي. بيان سور هذيك الحبه بالك تولي جرح وتتخبش وتتقشر وتولي فيها قيح ولا تلوث خفيف، الطبيب حيعطينا دي كرام بارمي لي كرام من الكريمات اللي يقدر يعطيهم الطبيب، هذه اللي هي زيتا بلس. زيتا بلس واش حنلقاو فيها لداخل؟ حنلقاو فيها زوج مكونات، حنلقاو فيها مضاد حيوي انتيبيوتيك ولقاو فيها مضاد التهاب اونتي انفلاماتوار، لاسيد فيسيديك اللي هو المضاد الحيوي ولونتي انفلاماتوار اللي هو بيتاميتازون. بيتاميتازون ولا لونتي انفلاماتوار حيعاوني باش نداوي هذاك الالتهاب ونخفف من الانتفاخ والاحمرار اللي راهو عندي في هذيك البلاصه، ومام لونتيبيوتيك اللي فيه الداخل اللي هو لاسيد فيسيديك حيعاوني ما شاء الله باش نيطواي كاع الجلد تاعي من هذيك الانفيكسيون هذاك التلوث اللي صرالي. دوك قلت لكم اذا شفتوا باللي فوق الجرح تاعكم ولا القرصه تاع الناموس كان تلوث بزاف كبير سيرتو لي ديابيتيك، لازم عليك تشوف طبيب ما تستهزاش. ومام اذا انت ماشي ديابيتيك ولا وليدك ماهوش ديابيتيك واش تبلي الجرح هذاك تنفكت بزاف وتلوث بزاف وهذاك الجرح راهو غير يمشي في الجلد تاعو في دوري في الجهه، لازم عليك تشوف طبيب. اوكي دي وليدك للطبيب ولا روح للطبيب وشوف واش حيعطي لك تراتمو وحيعلمك كيفاش نيطوي الجرح تاعك وكيفاش تعتني به بطريقه صحيحه. وما تنساوش ثاني باللي سايكزيت في لافارماسي كاين في الصيدليات واحد الفشفاشات ريبولسيف نستعملوهم على لي بورتي اللي يكونوا اكسبوزي ولا المناطق اللي يكونوا مكشوفين معرضه للساعات البعوض ولا الحشرات كيما يدينا الاذرع الارجل الرقبه، سواء كيكونوا راقدين ولا في النهار تاع لي بيبي ولا تاع الدراري الصغار ولا تاع الكبار اكزيستي تاع الدراري الصغار تاع الكبار تاع لي بيبي، تستعملوهم هكا الناموسه هذيك ولا الحشره ما توقفش مي با فوق الجلد تاعكم وبشفع عليكم ان شاء الله.